أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونعتذر عن هذا الخلل الفني. نحن بدأنا بتقرير حقيقة يتحدث عن مفاوضات جنيف وانسحاب الهيئة العليا للمفاوضات أو طلب تأجيلها لهذه المفاوضات، وحيث أننا سنطيع هذا التقرير نبدأ بهذا المحور، محور المعارضة تلوح بتعليق مشاركتها في مفاوضات جنيف. أبدأ مع ضيف في الاستوديو السيد ياسر فرحان. سيد ياسر، ما الذي استجد حتى تطلب المعارضة إرجاء مفاوضات جنيف؟ المعارضة وقبل أن تذهب إلى جنيف كانت تفكر جدياً بعدم الذهاب، ذلك أن كافة المسائل لم تحقق أي تقدم على الأرض، لا في الجانب الإنساني بمجال إدخال المساعدات ولا في مجال الهدنة بوقف القصف واستهداف المدنيين. وبالتالي لما ذهبت المعارضة وقررت أن تذهب وتشارك في جنيف، قررت أن تذهب لتقدر الموقف هناك. كان هناك الكثير من محاولات الإقناع التي تلقتها من أطراف دولية تقول بأن الأطراف الراعية ستقوم بتحقيق نتائج قبل أن تنخرط المعارضة بشكل فعلي في الجولة الثالثة للمفاوضات، لكن لما ذهبت يعني صدمت بما قام ديمستورا بنقله. قال المعارضة بأن وفد النظام يطرح فكرة تعيين 3 نواب للأسد وبالتالي يعني يخفف من صلاحياته. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ يعني المعارضة كانت تنتظر أن يتم بحث فعلي لعملية الانتقال السياسي من خلال هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفق بيان جنيف، وتشمل سلطات الرئاسة والحكومة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشرف على مهام الأمن والجيش. أعلنت المعارضة بأن هذا هو البند الوحيد الذي يمكن أن تناقشه في أجندة المفاوضات، وبأنها يعني يمكن أن تتمهل قليلا إذا كان الموضوع يتعلق بتحقيق مكاسب للشعب السوري من خلال فك الحصار. نعم. النظام لم يقم بفك الحصار يعني، ولم يتجاوب بشكل كامل لإدخال المساعدات، وكذلك الأمر الهدنة تخترق كل يوم والنظام وحلفائه الروس والإيرانيون يقومون بدعمه وبتخطيطه. طيب. ليحقق يعني ويقدم مساحات جديدة. نعم، أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف السيد سعد وفائي وهو الأمين العام لحزب وعد. سيد سعد مرحبا بك. يعني وفق المعطيات التي ذكرها سيد ياسر فرحان، ألا تعتقد أن المعارضة تضيع الوقت وأنها بالفعل دخلت ربما في دهاليز السياسة على حساب دماء السوريين؟ سيد سعد وفائي. طيب أعود إلى سيد ياسر فرحان مرة أخرى إلى حين يجهز السيد سعد وفائي. يعني هذه الأمور التي ذكرتها كلها كانت معروفة لدى المعارضة، لا يحتاجون إلى الذهاب إلى جنيف حتى يكتشفوا أن النظام يراوغ ويماطل ويكذب، وأن المجتمع الدولي متواطئ معه، وأن المجتمع الدولي أيضا من خلال طروحاته تبين وتيقن الشعب السوري حتى على مستوى يعني الشعب، عامة الشعب، ليسوا محللين ولا نخب ولا متخصصين، باتوا يعرفون أن المجتمع الدولي يكذب. كل هذه المعطيات واضحة لدى المعارضة وهي مصرة على الذهاب إلى هناك من أجل المطاولة والمساولة وإدارة الصراع السياسي. هي ليست مصرة على الذهاب إلى هناك، هي قد حاولت كثيرا ألا تذهب، لكنها يعني وإن كانت لا تملك أملا بنجاحها لا تتحمل مسؤولية انهيارها. هي تذهب لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، هذا هو الهدف الحقيقي من مشاركة المعارضة في جنيف. هي تذهب لتستفيد من الإعلام وتخاطب شعوب العالم وليس حكوماته فقط، وتقول لهم بأن النظام يقوم بخروقات وأن النظام لا يسعى لإنجاح الحل السياسي، وبالتالي فإن عليهم أن يتخذوا إجراءات فعلية مختلفة. طيب أنتقل إلى الدكتور أسامة الملوحي وهو رئيس هيئة الإنقاذ السورية عبر السكايب. دكتور أسامة مرحبا بك. يعني وفق المعطيات التي ذكرها ضيفنا في الاستوديو السيد ياسر فرحان، ربما بالفعل يعني هذا اليوم يعتبر يوم مفصلي في جنيف، قد يضع حد للجولة الثالثة التي ربما لم يكن أحد متفائل بها كثيرا. ما الذي استدعى المعارضة أن تكون تصريحاتها بهذا السقف المرتفع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أمام المعارضة هو في الحقيقة أمر واحد، أمام هذا الوفد قلناها مرارا أن أمامه قضية مغادرة بشار الأسد في أي حل سياسي قادم، ولذلك كل التصريحات وكل الإشارات الواضحات أن بشار الأسد من قبل الأمريكان والروس ومن قبل طبعا وفد النظام الذي هو وفد يعني من إفرازات بشار الأسد، يعني لا يريدون بأي حال من الأحوال
أن يناقشوا مغادرة بشار الأسد؟ الحكم الثانية في أي مرحلة انتقالية، وبالتالي من العبث الاستمرار بهذا الشكل مع النظام للهدنة واستخدام النظام للحل العسكري الذي لا يوجد في باله حل آخر هو والروس. يعني هم يريدون مفاوضات استسلام، وهم لا يعلمون أن الأمر لا يمكن أن يستمر لصالحهم حتى على الأرض عسكريا. نتكلم اليوم لدينا أبطال يسطرون بطولات مذهلة، لو علمتم الإمكانيات والظروف لعلمتم أن اليوم في سهل الغاب في قربة الناقوس وما حولها تجري بطولات حقيقية من السوريين، من السوريين من كل فصائلهم بما فيها الفصائل الإسلامية جمعاء عدا داعش التي اتخذت نفسها عدوا. لذلك نحن الآن أمام موقف صحيح، وأنا أقول بصراحة هذا الموقف هو لكي لا يسقط الوفد المفاوض ولكي لا تسقط الهيئة العامة للتفاوض، لأن هؤلاء جميعا أمامهم يعني محور وحيد الذي هو الإصرار على زوال بشار الأسد ومغادرته للسلطة في أي حل وفي أي حكومة انتقالية، حكومة وحدة طيب. وطنية، قل ما شئت، قل ما شئت مع مغادرة بشار الأسد في أول لحظة في أي طيب. دكتور أسامة ابقى معي، ابقى معي، انتقل إلى السيد سعد وفائي الأمين العام لحزب وعد. سيد سعد تسمعوني الآن؟ أهلا وسهلا. يعني ربما هناك سؤال يفرض نفسه، إذا كان كل هذه الانتصارات والتقدم على الجبهات التي تحدث عنها قبل قليل الدكتور أسامة الملوحي متحققة على الأرض وهذه ورقة قوة بيد المعارضة، لماذا لا تستخدموها من أجل فرض طلباتها على المجتمع الدولي في مفاوضاته؟ معلش انا نقطع الصوت عندي شوي صغيره، ممكن تقول لي السؤال بالضبط؟ يعني سالتك عن ان المعارضه الان على الارض، المعارضه المسلحه كما ذكر ضيفنا الدكتور اسامه الملوحي، حققت انتصارات وتحقق انتصارات في سهل الغاب وفي بالطبع ريف حماه، بالساحل، في ريف حلب ايضا، هناك في ربما في جبهات اخرى، هذه كلها انتصارات تدفع المعارضه السياسيه في جنيف لان تمتلك أوراق قوة بيدها تجعلها تضغط على المجتمع الدولي من أجل تحقيق مطالبها. يعني ما الذي تفعله المعارضة إذا لم تمتلك هذه، إذا لم تكن تمتلك مثل هذه، مثل أوراق القوة هذه؟ يعني موقف المعارضة الآن هو موقف إنساني وموقف واجب تجاه السوريين. اليوم عاد النظام السوري لاختراق، أو النظام الأسدي لاختراق الهدنة وقصف المدنيين وتشريد المدنيين بكل أنحاء سوريا، وبالتالي استمرار المفاوضات بعدم باستمرار الحصار وباستمرار القصف الجوي وباستمرار القصف، هذا امر حقيقه مضيع للوقت، خاصه وان جميع الاتفاقات جنيف واحد وجنيف اثنين وغيرهما وكل كل الاتفاقات كانت تشير الى وقف الحصار، حصار المدن، ووقف القصف الجوي ووقف قصف المدنيين وعودة اللاجئين، ثم بعد ذلك تستمر المفاوضات حول الهيئة الانتقالية وحول رحيل الأسد وغيره. يعني كل هذه يا سيد سعد، كل هذه، عفوا عن المقاطعة، كل هذه لم تتحقق، يعني ما جدوى إذن المفاوضات؟ ألا يعتبر أن المجتمع الدولي أو لا تستطيع المعارضة إدراك بالفعل أن المجتمع الدولي يعني يراوغ ويماطل ويكذب، وكل ذلك على حساب دماء السوريين؟ يعني خليني اكون احدد المواقف الان. بالنسبه ليس هناك اتفاق، بالنسبه للمجتمع الدولي ليس هناك اتفاق نهائي حول الوضع الذي سيستمر سنوات بعد الحل، وبالتالي الحل لم او تقاسم المصالح الدوليه في سوريا او في المنطقه ككل وليس فقط في سوريا لم يتم بعد الى الان، وبالتالي استمراريه الحرب موجوده او استمراريه الصراع موجوده واستمراريه الثوره السوريه موجوده، ونحن نعلم ذلك تماما، ونعلم ذلك كمعارضة سياسية ونعلم ذلك كمعارضة عسكرية، ومهيئين أنفسنا، ومثل ما ترى الانتصارات بفضل الله عز وجل موجودة في كل لحظة من اللحظات، كما أن الأداء السياسي يرتفع ويتحسن، لكن هذا لا يعني عدم اتفاقهم أن يكون على حساب دماء المدنيين. اليوم في كل العالم ممكن أن يكون هناك حرب على الجبهات، العسكري يقاتل عسكري، المسلح يقاتل مسلح، أما أن تقتل المرأة ويحاصر طفل ويموت شيخة من الجوع، هذا حقيقة مضيعة للوقت. أن أقول أن أجلس على طاولة المفاوضات
والأمم المتحدة لا تقوم حتى بإدخال سيارة مساعدات أو بإدخال مساعدات وفق حصار المدن. لذلك كان موقف الهيئة العليا للمفاوضات موقف مشرف الحقيقة عندما علقوا مشاركتهم وعادوا وتكلموا على أنهم لن يكونوا في جنيف إلى الأبد، يعني إذا كان هناك مضي على الوقت من قبل المجتمع الدول. تفضل. نعم. طيب أعود إلى ضيفي الاستوديو السيد ياسر فرحان، عطفا على ما ذكره السيد سعد وفائي، يعني ديمستورا نقل إلى المعارضة اقتراحا بجعل 3 نواب للرئيس أو لبقاء الأسد بالطبع مع بقائه في منصبه، تعيين 3 نواب تختارهم المعارضة وتنقل إليهم صلاحياته. إذا كان ديمستورا يتحدث بهذه الطريقة وبهذا المستوى، ألا تعتقد أن المساحة بعيدة والمفارقة أو الفرق كبير بين مطالب المعارضة ومطالب المجتمع الدولي الذي يمثله ديمستورا؟ ومن هنا أنا قلت بأن المعارضة تلقت صدمة بهذه الرسالة التي أعرب ديمستورا بأنها ليست من بنات أفكاره، قال مرة بأنها من قبل وفد النظام أتت، وقال مرة أخرى بأنها يعني من أحد الخبراء الذين يعملون معه. مجرد نقل هذه الرسالة يشكل صدمة، يشكل كارثة. لذلك أن ديمستورا بموجب الدعوة التي قدمها إلى وفد المعارضة، الغاية من المفاوضات هو بحث الانتقال السياسي، والغاية منها تطبيق القرارات الدولية، وفي القرارات الدولية بند واضح على هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وبالتالي مجرد طرح يعني تقليص صلاحيات الأسد بإضافة 3 نواب إليه شيء من المهزلة. يعني هذا الموضوع يعني جعل المعارضة تتخذ قرارها كأحد الأسباب الأساسية، إضافة إلى ما هو يعني واضح على الأرض من الاستمرار باستهداف المدنيين وبعدم تغيير سياسات النظام بالحصار وبمنعه دخول المساعدات وتغيير نوعية المواد الموجودة فيها. طيب. وأيضا بعدم تحقيق أي شيء في ملف المعتقلين. طيب أنتقل إلى الدكتور أسامة الملوحي. دكتور أسامة، يعني وفق هذه المعطيات، ألا تعتقد أن هناك من يخشى ربما انسحاب وفد المعارضة؟ يعني انسحاب وفد المعارضة أو تأجيل المفاوضات كله تم بناء على ضغط من الداخل ومن الفصائل المجاهدة على الأرض، وقلت لك أن الأمر حتى فيه أمر شخصي يخص الوفد، أن إذا أراد أن يحافظ على مركزه وعلى عنوانه الاعتباري كمعارضين وضمن الائتلاف وكممثلين لوفد تفاوضي عن الثورة السورية، فليس بيدهم إلا أن يصروا على هذه النقطة. ويبدو أن هذه النقطة التي نتكلم عنها ويبدو أن البعض يتجاوزها ولا يريد نقاشها، التي هي زوال بشار الأسد. زوال بشار الأسد، حتى أننا يعني أخذنا نختصر ونقول أن الأجهزة القمعية الاستبدادية في الجيش والأمن كلها ستغادر إذا غادر هذا المستبد، غادر السلطة. لأننا نعلم وكررنا مرارا أن الهرم مقلوب، رأس الهرم هو بشار الأسد والهرم مقلوب، إذا انزاح رأس الهرم من أسفل الهرم فسينهار كل شيء خلال أشهر، سينهار الاستبداد في سوريا وهو المطلوب وهو الانتصار الذي نسعى إليه في هذه الثورة ونحن مستمرون. لذلك يجب على الجميع أن يتكلم على يعني بمحور أو باتجاه واحد، يجب علينا أن لا نشتت الأسئلة، لنقول إذا كانت هناك حكومة وحدية أو حكومة يعني حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات أو 3 نواب أو غير ذلك، أنا أقول لك وأؤكد لك لأننا خبراء بهذا النظام منذ عام 79، نحن خبراء ونحن الأدرى بهذا النظام. هذا النظام تركيبته فيها شخصنا، فيها محور استبدادي يعني وحيد، فيها تأليه للفرد، فيها هذا الـ 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 يعني الدوران في فلك لشخص واحد. لذلك واختصار كل المطالب برحيل بشار الأسد فورا هو اختصار جيد صحيح ويجب علينا أن نتمسك به. نعم. ولا يمكن أن يقبل عاقل أن وفد النظام سيفاوض على رحيل يعني محور النظام الذي هو بشار الأسد، لا يمكن أن يكون هناك تفاوض جدي مع هذا. طيب. الوفد، ولذلك التفاوض مع الروس أيضا فاشل. اليوم لافروف يؤكد للمرة الألف، لاحظ معي، أن روسيا لم تتكلم ولن تتكلم عن رحيل الأسد ولا تريد رحيل الأسد، ولكننا نلتقط كلمات وأحرف
ونصيغ عليها جمل كاملة ننسبها إلى روسيا أنها تريد التخلي عن بشار الأسد. طيب. ما هذا يعني الذل؟ ما هذا يعني يعني النزول إلى الحضيض؟ هذا غير ممكن. هذه الثورة لها عنفوان وكرامة عظيمة. طيب دكتور أسامة ابقى معي، أعود إلى السيد سعد وفاي. سيد سعد، ألا تعتقد بالفعل بأن النظام ربما يعني ينتظر انسحاب المعارضة، ينتظر ربما تخليها عن المفاوضات، خروجها من المسار السياسي، مثل هذه الطلبات التي طالبت بها حتى يعود إلى القتل والإبادة بغطاء ومجتمع دولي، بحجة أن المعارضة لا تريد أي مسار سياسي وغير مستعدة للشراكة في الحكم؟ الهيئة العليا للمفاوضات كان موقفها واضح، هي تتمسك بالحل السياسي، هي وجميع القوى السياسية في الساحة السورية من قوى المعارضة يعني تتمسك بالحل السياسي، لكن علقت مشاركتها في هذه المفاوضات إلى أن يتم وقف قتل المدنيين، وهذا الحقيقة يعني موقف مشرف للمعارضة السورية، لأنها هي من تتحمل مسؤولية دماء المدنيين، في حين أن من يقتل المدنيين، من يقتل السوريين، من يقتل الأطفال، من يقتل النساء هو النظام السوري. لذلك ليس هناك فسحة للنظام السوري بأن يقوم، أو النظام الأسدي أن يقوم، أن ينسحب أو أن يستغل هذه الفرصة، لأن التعليق واضح. نحن لا نتكلم عن إيقاف مسار سياسي، لا نتكلم عن تخلي عن المسار. دكتور سعد وفائي نعتذر عن هذا الخلفاني، نعود إليه بعد قليل. أعود إلى ضيفي للاستديو السيد ياسر فرحان. يعني اتفاق وقف إطلاق النار كما يبدو يلفظ أنفاسه الأخيرة، هدنة في طور الانهيار، وبالتالي هذا أيضا ربما سيؤثر على مسار الحل السياسي. كيف يمكن للمعارضة أن تعود من جديد لبيتها الداخلي، للشعب، لسوريا، وتخاطبهم من جديد ربما وبلهجة مختلفة؟ أم أن المعارضة قررت السير بلا نهاية في هذا المضمار السياسي؟ لا أطلاقا، هي لم تقرر السير في هذا المطار المضمار فحسب، وإنما وضعت بالتوازي معه التواصل مع الداخل والالتحام به. ومن هنا نجد بأن الهيئة العليا للمفاوضات قد حصلت على تفويض من 107 من الفصائل العسكرية الموجودة على الأرض في الداخل، ونجد أيضا بأن الشعب السوري في المناطق المحاصرة ورغم المعاناة الشديدة التي يتعرض لها من جوع وغيره، ما زال يصر على ذات المطالب، يصر على رحيل الأسد، ويخاطب الهيئة العليا للمفاوضات ويقول لهم نحن معكم لكن لا تفرطوا بدمائنا. كذلك الأمر في المخيمات في دول النزوح واللجوء، ما زال الشعب السوري يصر على ذات المطالب، وبالتالي الهيئة العليا للمفاوضات انسجمت مع نبض الشارع ومع طلباته في قرارها هذا، وبالتالي هي لم تتركه وتتخلى عنه لتعود إليه ثانية. الائتلاف الوطني قبل يومين اجتمعت الهيئة السياسية وقررت، أصدرت بيانا، قررت من خلاله أو أعلنت من خلاله قرارها بأنها تدرس خيارات أخرى إذا استمر الوضع كما هو عليه، ومنها تجميد المشاركة في المفاوضات. وللائتلاف أعضاء في الوفد وفي الهيئة العليا، ومنهم الدكتور رياض حجاب الذي تواصلنا معه ويعني أوصلنا قرارنا إليه، وبالتالي يعني الفصائل كذلك الأمر بدأت تدرس هذا الخيار، بأنه من غير المعقول الاستمرار لتحقيق رغبات الأطراف الراعية والمبعوث الدولي طيب. سيفاندي مستورة بمفاوضات عبثية لا تحقق أي نتيجة. طيب أعود إلى الدكتور أسامة ملوحي. دكتور أسامة، يعني تفضل السيد ياسر فرحان وقال بأنه يعني الهيئة السياسية اجتمعت ربما قبل يومين وقررت بأنه إذا بقي الحال على هذه الوتيرة بأنها ستدرس خيارات أخرى. ما الذي ترى من الممكن أن تقوم به أو المعارضة أو الائتلاف أو الهيئة العليا للمفاوضات عوضا عن هذا المسار السياسي الذي ربما أبدى فشله وخيبته؟ يعني من المفروض أن لا يقول هذا الكلام، هذا الكلام فيه شيء من الانتقاص من العنفوان الثوري. يجب عليهم أن يقولوا باستمرار أنهم يعني يؤيدون ويدعمون الفصائل المجاهدة وكل الفصائل المجاهدة، هكذا بوضوح يجب عليهم أن لا يقولوا ولكن هناك يا سيد دكتور أسامة، يعني هناك مسار سياسي يفرض لغة ومنطق مختلف. المسار السياسي منذ البداية يترافق من جهة النظام ومن وراء النظام مع حل عسكري إبادي استئصالي شامل،
لذلك علينا أن، وكان التلميح في هذا اليوم والبارحة تلميح جيد أنه من محمد علوش أن يخاطب الفصائل ويقوم ردوا على هذا النظام، ردوا على العمليات العسكرية الغادرة التي استغلت تجميد بعض الجبهات وتحاول التسلل إلى جبهات أخرى. لذلك العمل العسكري قلنا منذ البداية ليس بيد أحد أن يوقفه، إنها ورقة سياسية، ورقة بيد المفاوض، والمفاوض ملزم من قبل الفصائل المجاهدة بأن يكون لديه ليس فقط سقف، ليس بيده أن يرفع السقف أو أن يخفض السقف، هكذا في الأمر بيده أن يقول لبشار الأسد عليك أن تغادر فورا، أنت أصل الاستبداد في سوريا وأنت أصل كل ما حصل في سوريا حتى بما في ذلك وجود تنظيمات متطرفة على الأرض السورية. لذلك الخيارات هي ليست خيارات بديلة أو التلبيح إلى خيار الخطة باء الذي يعني ألمحت إليه الإدارة الأمريكية المنافقة، والسعوديون أيضا بالغوا بالكلام فقط دون العمل لأن هناك إجراءات عسكرية تجبر الأسد، وقالوها مرارا لستة أشهر إلى اليوم، لكن يجب على الوفد المفاوض أن يعلم أن لديه ذراع عسكرية على الأرض وأن يحترم هذه الذراع وأن لا يستثني منها أي فصيل إسلامي، وأن يعني يستثمر الانتصارات العسكرية في ريف حلب الجنوبي واليوم في سهل الغاب أن يستثمر ذلك. وقد أحسن أسعد الزعبي، قد أحسن عندما أشار إلى أن الظرف بدأ يختلف، أن الميزان العسكري بدأ يعني المبادئ أصبحت أي أكثر من منطقة، ونحن بإذن الله عازمون على أن يعني ننجز إنجازات تسر الصديق وتغيظ العدا. طيب. وذلك في الحل السياسي الذي محوره الوحيد رحيل بشار الأسد. اسمح لي أن أقول لك يعني مثلا باختصار يا دكتور. نعم عندما نقول وقف قتل المدنيين، يا أخي هذه القضية لا يجب علينا أن نطرحها الآن كوفد مفاوض، وقف قتل المدنيين مهمة إنسانية دولية، لكن نحن لن نقول إلا أرحل يا بشار الأسد فورا عليك بالرحيل، هذا هو كلامنا، لن نقول أوقف قتل المدنيين حتى نعود للمفاوضات، مفاوضاتنا أمر واحد رحيل بشار الأسد فقط أمر طيب واحد. طيب ابقى معي، أعود إلى السيد سعد وفائي. سيد سعد، يعني قبل قليل صرحت الولايات المتحدة وقالت بأنه على موسكو استخدام نفوذها لدى النظام لوقف انهيار الهدنة، هل ترى أن المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة بالفعل معنيون بهذه المفاوضات، وهم يعني ربما بان سلوكهم وتوجههم وخياراتهم في أنهم يحافظون أيضا من جملة المحافظين على هذا النظام، ولو أرادوا الضغط عليه لإزالته لفعلوا؟ يعني دعني أكون أكثر واقعية وأقول أن ليس بيد أمريكا أن تزيل النظام، لأن روسيا تتمسك بالنظام الأسد وتتمسك بشخص بشار الأسد، والموضوع موضوع توازنات دولية، ليست في هذه السهولة، وليست أمريكا التي تتحكم بكل المعادلة السورية. هذا أول نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لتمسك أمريكا في الهدنة، أنا أعتقد أن المجتمع الدولي بشكل عام متمسك بالهدنة، وهذا خارج عن روسيا. روسيا ليست متمسكة بالهدنة، روسيا تعتقد أنها كلما كسبت أرضا كلما استطاعت أن تفرض الأسد من وتؤهله من جديد، لكن المجتمع الدولي بشكل عام، وأعني بالمجتمع الدولي هنا أمريكا وأوروبا، هي متمسكة بوقف بالهدنة، متمسكة بتخفيف القتل، لأن عندهم الآن خاصة أمريكا عندهم مرحلة انتقالية، مرحلة نهاية رئاسة أوباما والمرحلة القادمة، يعني الآن بالنسبة لهم المفاوضات حتى زيارات كيري المكتوكية إلى روسيا وإلى غير روسيا كلها في إطار تختيم مرحلة أوباما، يعني مرحلة حكم أوباما، وبالتالي فهم معنيون جدا باستمرار الهدنة، معنيون جدا بأن لا تنهار هذه الهدنة، لكن هذا الأمر يعتمد ليس فقط على أمريكا، يعتمد على مدى روسيا وإيران تمسكهما بالهدنة ومدى ضغطهما على صبيهما بشار الأسد في أن يوقف أو أن يتمسك بالهدنة وأن لا يخترق الهدنة. طيب سيد سعد، يعني في حال يعني قبل المجتمع الدولي يعني تأجيل جولة المفاوضات هذه، ماذا بعد؟ يعني ماذا لدى المعارضة؟ ما هو أفق في الوضع السوري؟
دعني يعني أن باختصار بعض النقاط على بعض الحروف. عندما أقول أن المفاوضات جولات المفاوضات من بداية المفاوضات وهي نحن نعلم أنها ستستمر وستستمر طويلا وسيكون هناك جنيف واحد وجنيف اثنين وجنيف 15 يعني لا يعني بالأشهر ولا يعني بالسنوات. يعني الأمر ليس لم يكن مأمولا من المحادثات التي علقت بأنها ستكون بيدها الحيل أو بأنها ستخرج بالحل وتخرج بهيئة الحكم الانتقالي. وتمسك بهيئة الحكم الانتقالي وتمسك برحيل الأسد هو مبدأ من مبدأ المفاوضات بالنسبة للمعارضة السورية، لكنها أيضا هي تدخل مفاوضات. يعني أعني أنها تتكلم عن مفاوضات، تتكلم عن تكتيك، تتكلم عن تكتيك مفاوضات، وبالتالي تعليق المفاوضات لن يجعلها تنهار وستستمر. الآن البدائل هو تحقيق اتصالات على الأرض مثل ما دعا إليها الأخ محمد علوش. نعم. طيب سيد سعد ابقى معي. يعني مشاهدي الكرام، نريد أن نتعرض الآن لملف الجولان والولايات المتحدة والتسريبات التي خرجت عن الولايات المتحدة وروسيا أنهم اتفقا على فرض الانسحاب الصهيوني ربما من الجولان، لكن نشاهد هذا التقرير الذي تحدث عن هذه القضية ثم نعود.